سلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في مصطلح موجود في الأيسو 1650 اللي هو appointment، ده المقصود بيها الاتفاق إن في حد هيدي معلومات أو هيوفر معلومات لشخص آخر عن البضائع أو الخدمات. في مصطلح تاني اسمه appointed party، ده الطرف اللي هيقدم المعلومات. ده سواء الكلام ده كان حاجة رسمية أو لأ. طيب المصطلح الآخر appointing party اللي هو متلقي المعلومات، الريسيفر، الشخص اللي هيتلقى المعلومات الخاصة بالبضاعة والخدمات. طيب هنلاقي برضه مصطلح اسمه client. الكلاينت هو عبارة عن أكتر، فاكرين مصطلح الأكتر؟ هو ده أهم أكتر اللي هو مسؤول عن بدء المشروع، وهو ده اللي هيدي الأبروفال. اللي هو كان في البي اس 1990 كنا بنسميه الامبلوير، هو يعني بس اختلاف